السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ احنا متابعين واحنا مشتركين. اليوم ان شاء الله راح نختم لعبة دكتور هاوزر على جهاز 3DO. طبعا راح اختم على المحاكي، طبعا مو الكونسل نفسه لانه انا ما عندي 3DO. الله يسعدكم جميعا، ويلا يا حلوين خلونا نبدأ سريع سريع. طبعا ننشر البث، الله يسعدكم. ما ادري، احس صوت اللعبة عالي شوية، لو اخفضه يكون احسن. ايوه كده. طبعا نشغل التعليقات، ثواني. اوكي يلا بدينا، بسم الله. وين تو هذه طاحت؟ اوكي ادري، انا اول مره كمان العب اللعبه دي بصراحه. اوكي اوكي مقفل الباب، يمكن هنا في شيء. ايوه في مفتاح. وعليكم السلام، هلا والله يا ايمن، منور، يا مرحبا بك، يا هلا ومسهلا، امتى صباحا. اوكي وين سيف هنا؟ لانه ما في شيء مضمون صراحه. عم قفل. اوكي اي ما ذهب، ايه اتوقع. لا مو هنا. ايوه يوز، لحظة انا ما اعرف كيف يستخدموا المفتاح. ايوه اتفتح. وين؟ اوكي هذه الصورة. وين؟ اوكي هنا شكله ما في شيء، هذه غرفة فاضية. وين يا اخوي؟ تلقى أسامة تحت السرير. طيب ليه يا عم؟ لا مو كده. اوكي هنا في مزهرية، وش ده؟ ايوه لا انا عشان كده ما رضيت اتوقع، والله اعلم. ناخذ هادي. ايوه لا ما باخذها. اتوقع هذه لو نلفها، اها زي كذا. يا اخي ما اقول لك التيبل،
حتى الفاظه ما يقدر ياخذها. وين اوكي ما ادري هل هو هذا يفتح ولا ما يفتح المفتاح ده. شت شكله استعماله واحدة مرة. مش خليني اطلع. وين ما يطلع؟ ايه اوكي ما يقدر يطلع. طيب وين طاح؟ تستهبلوا انتوا بالله، وش ده يا اخي؟ كيف كده ده طاح؟ طيب بس شغالة كده. ما في طريق. طب خلينا نسيف هنا. اوكي عليكم السلام، هلا والله يا عماليقو، منور يا مرحبا بك. انت صباحا يا رجل. اوكي كيف ليش كذا طاح؟ ربما اذا انا حطيت الوردة هنا تزبط. اوكي خلينا نحط الوردة، ما ادري يمكن الوردة تزبط. ايوه نورك العاكس، الله يسعدك يا رب. اوكي وتفتح الباب. اوه طلع باب. وين يا عمي؟ اوكي في هنا كتاب. وفي مفتاح. ايوه وش ده؟ هذا ماب. ما في شيء يا اخوي. يمكن تلقى اسامة تحت السرير. شوف اسامة تحت السرير ما هو موجود. ديام لا مو هنا اتوقع. هذا الباب سيف هنا. اوكي اوه طيب هنا يقول لك اسامه جالس ياكل من الذبيحه تحت السرير. يمكن لا وين خليه كده اي كده الوضع حسه كده ممتاز. طيب اتوقع المفتاح الاحمر نستخدمه هناك. ايوه يا اخي الطريقه بدائيه نوعا ما، بس يا اخي عجبتني صراحه زي ريزدنت ايفل حق القصر الجزء الاول. وين واضحة ترى يعني. وين ايوه وات ايش اللي صار؟ ايش صار يا اخوي؟ اللعبة دي رعب ولا لا؟ شكرا. ما تعتبر رعب رعب رعب، يعني غموضها أكثر من رعب. هنا في صورة. أوه يمدي يزحف دقيقة. إيش قاعد يسوي ده؟
ايوه يلا 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 واخيرا ايوه وين لحظة وش دي وش الصخرة الذكية دي صخرة ذكية ما شاء الله لا وبعدها ايه تروح يمين يسار ما شاء الله وين على كيفهم لحظة لحظة يقول لك عليكم السلام هلا والله يا ويليام منور حبيبي انت صباحا يا رجل اوه يلا كويس اني دخلت وش ذا الصخرة تلف يمين يسار الصخرة الذكية ايش ما ادري هو في شيء هنا نسويه يقول لك في صوت في المويه ايوه وين اوف القصر ده كله فخوخ مقفل مقفل اوكي اوكي انا فهمت الظاهر تروح يمين ايوه يا سلام سيف يب هو عماليقه خوينا عماليقه القديم هو هو عماليقه اوكي خلينا نجرب البيبان والله اللعبة فيها لحسة او مفتاح وين يا عمي في عصير تفاح هنا حاطين والله حاطين هنا عصير تفاح انا مالي دخل ترى اوكي كانوا يقول سلم يا رجال سلم يا رجال سلم سلم يا رجال امشي امشي وين ما في شيء اتوقع لا هنا ما في شيء عاد شات قالب AK-47 وين قديم انت مره تبي نايس تيك وايش اللي تيك بريك هنا يا اخوي استغفر الله اي والله خشمك يذيب كده ما ادري كيف اوكي ايوه اوكي درج في هنا شيء في الأرضية يقول لك برضو مفكرة مذكرة مدري مفكرة حقت مين هذه وش ده كل الصور زي بعض كلها صور يقول لك اللعبة دي يبيلها ريميك تطلع ممتازة اي والله صادق بس خايف الريميك يخرب مو كل ريميك دحين صار ناجح احيانا يكون الريميك اسوأ مو اي ريميك صراحة يمكن المفتاح اللي انا جبته شت ما يزبط ما ادري ليه انا من مرتاح للطريق ده او شيت طب لحظة انت يمديك تعدي بين الاشواك كده يعني اني انا دافور ما اعدي لما تنزل وش ده والله بجد قطعت عنكم شهور كثيرة اني اذكركم يعني ما شاء الله تبارك الله
اوه في ولاعة يا اخوي، اعتقد نستخدمها في الهيتر. وش ده؟ اوكي هذه الحديدة حقت الحرامية. اوكي احنا ندور، احنا لعل وعسى نجد شيئا. او باب درس الليل سلم. يا اخي هنا في سلم، يو لازم يجيبولك بالضبط لما ينزل ولما يدخل ولما ولما. وين الله، احيانا هنا يحطوا لك اشياء. هذه مكتبة. شكلها على نينتندو او اتاري. لا لا هذه على 3DO، جهاز اسمه 3DO قديم اسمه كده 3DO. اكتب عليه كده في جوجل 3DO. كويس حصلت كتاب. ما ادري فين اسامة، خليه يعطينا نصيحة. ولا بس مو دحين يا اخي، وقت ما يلعب كذا، وقت ما تلقاه يتوهق كذا في مكان صعب يعني مو عارف كيف يطلع منه. في الساعة اقول له اسامة عطنا نصيحة، والله يتوهق اقسم بالله فجأة كذا يموت في نص اللعبة. اوكي اوكي انا عرفت هو ايش يبغى. انا ايش دخلني هنا دقيقة. اوكي يقول لك كي هول اس ايش. الو كرة مكسورة. ايش ده؟ يب قبل صدور البلاي ستيشن. ما ادري ايش بس يلا مو مشكلة. وين كل اوراق ساقطة واقع. اوكي في كتاب. طيب السؤال هو هنا كيف راح نخرج من جد؟ تروح للغز الصور ويمكن، انا ما ادري، انا اول مرة العبها ترى اسامة ختمها على فكرة، يعني انا ما قد ختمتها. صح الباب هنا يشيل الذكاء اللي فيه. ليه 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 يا ابني ارجع ادخل. ايوه ارجع ادخل عاد. هي كانت التقنية زمان كده لما يمشوا لما يجروا كانت اشكالهم تضحك يعني. بس كانت في ذاك الزمان كان يعتبر شيء كبير يعني شيء واو على قولتهم. اوكي انا خزنت هنا. اركض 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 بسرعة 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 بسرعة. هذا سبيد رن يا عمي. يقول لك اي هاف فاوند كي. وين يكون هذا المفتاح؟ بس اللي عندي اللون احمر. شت مقفل.
اوه شاتجن يا مدير وين هذا كيف كذا طلعته اصلا بالله كيف ياب وهذا اللي انا قاعد اقوله اهم شيء الالغاز يا اخوي كيف تقفل الباب هذا يقول لك لازم يلاقي مفتاح كيف وانا وجدت مفتاح احمر والله مشكلة يا أخي ضغط إكس الله من جد إنه في فخوخ صادق والله أنا سيف هنا بس إذا هنا ما يمديك تخرج ولا هناك يمديك تخرج كيف أخرج طيب ما يمديني اخرج لا هنا ولا هناك ولا حتى فتحة التهوية يلا بس اطلع يا اخي كيف كده انا توني داخل من الغرفة بالله مين قفل علي ورا يمكن لازم تحط شيء في مكانه ما ادري ايش احط وين من ده اوكي وصلت مكان تاني غريب كان في شبح الدكتور مجنون هنا اوكي ايش ده ايش ده احمد جربت تلعب اوفر بلاد نسخه بلاي ستيشن 1 وايش دي اوفر بلاد عباره عن ايش اوكي انا عرفت فين ارجع دقيقه ما انا عرفت وين امشي يقول لك there is looks like can remove but how كيف يمدي يعمل كيف يمدي يشيل بده اوه لعبة رعب ايه ايش الحبكة فيها يعني لعبة الرعب يعني ايش يعني زومبي ماني عارف ايه اخبرنا ما هي بالضبط هذه اخبرنا طال عمرك تفضل الشاهي طال عمرك تفضل القهوة تفضل التمر امزح امزح امشي امشي وين اوكي هنا انا محل ما اجيب وين كيف كذا دحين لما تيجي تخرج يقول لك ما يمديك تفتح الباب شفت كيف وين يا عمي على كيف ما فيها شيء بس مجرد صورة جست الظاهر اني احط صورة هنا انه في مكان لا والله في مكانين فاضي في واحدة عينها خضرة الصورة دي ولا عينها خضرة ليش يعني ما ابي اخبص كلام من راسي وين يعني ما تبى تكيس فهمت انا لحظة اول شاف حاجة في الصورة هنا في شيء شافه it's looking left ايه تنظر يسار اوكي هاي تنظر قدام
اوكي انا بس بكتشف بعض الاشياء هنا. اوكي هذه يقول لك انها تطالع يسار وهذا تقول لك تطالع قدام ما ادري وهذه برضو يقول لك تطالع يسار lift again this time ايوه هذا تطالع يسار في نفس الوقت lift again forward now lift شفتوا وين لا 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 يا شيخ لا وين انا رحت فيها كيف كده يا هو كيف عليكم السلام ورحمة الله وبركاته هلا والله يا تي جيمز منور حبيبي امتى صباحا يا رجل اوكي الظهر الولاعة اوكي شاتجن هذا ما من امه فايدة اوكي هنا الولاعة طيب مفروض اني استخدم الولاعة عشان اقدر اشوف طب كده انا ماني شايف شيء اي كانت ايه وايش عنده ولاعة كيف كيف ممكن لازم غاز زي ما انت قلت ممكن احتمال وين والله هو شكله يبغى لها ولاعة من جد في باب طلع شفتوا كيف هذا الباب اها بس دقيقة ابى اروح للغز الصور تاني انا بروح للغز الصور دقيقة لأنه في شيء مو عاجبني اوكي تقول لك هذه طالع يسار اوكي وبعدها هذه تقول لك طالع قدام وبعدها تقول لك هذه الطالع يسار ليفت اي مره ثانيه وبعدها يسار وبعدها قدام بعدها يسار اي اخيرا شفت كيف ظبط ابوها يلا الحمد لله مشكلة الالعاب القديمة ما يعطيك اشارة لان في حاجة لازم تاخذها طيب هو المطلوب انك تشغل مخك من جد اوكي في هنا باب كمان وين هذه في حفرة كبيرة يا اخوي وين يقول لك هذه ميزة الالعاب القديمة شفت كيف ايوه
شت يقول لك وين. انا حسب انه يمديك. اوه اجل انا جبت العيد. دقيقة ارجع ادخل من الباب وارجع ارجع لغرفة ثانية. بالعكس يا وليام، يعني هذه ميزة الألعاب القديمة. عرفت ليش احنا نحبها؟ فيها شوية تشغيل مخ، هذا الشيء المميز. يعني لا يا شيخ غلط. اجل وديها يسار. لا ما يحتاج ولاعة، وما ادري هو كيف يسووها. اح لا مو كذا. ديم غلط. ايوه غلط يا اخي. كيف يظبطوه؟ يقول لك حطيت الطاولة على وسام. وين تخيل بس اشوف. لا غلط. خذ يا اخوي. لا مو كذا. صب القهوة يا اخوي، صب القهوة. وين ارقص 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 ارقص. هلا 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 اخس. امزح امزح امزح. طب نرجع له بعدين مو مشكلة، نرجع بعدين. تخيل عاد. يو انا جيت هنا. دوم الضحك ان شاء الله يا وليام. اوه في هنا شيء. ايه سيف. اوكي ايه نشوف ايش في هنا. لا مو هذا الباب. هنا مكان ما كانت الصخرة. شت يبغى ايش؟ another way. اوكي طريق اخر. تعلق اللعبة. لا 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 ما عليك. وش؟ لا لا ما عليك. اوكي انا ما استخدمت هنا. وفي هنا معصورة. just told. اوكي هذا ما اللي تعلقوا فيه المناشف whatever يعني. ما ادري انا حسيت اني سويت حاجة وزبطت. ما ادري ايش اللي سويته بس هي زبطت. في حاجة زبطت ويقول لك انه سمع صوت. اشوف. لا هذا اللي غلط. اذا كان اليمين هو اللي صح. ثواني. اوكي خلاص انا اصلا قدي فتحته من اول. طيب و هو الباب. انا ضيعت الباب. وين هذا؟ اوكي it's one to open. شيت مو راضي يفتح. انا شكلي سويت حق الحمام بس. اوه هذا مقفل.
يبغى له مفتاح. لحظة أنا عندي مفاتيح مو واحد. أوه فتح. أوه هذا مكان جديد. وش ده يا عمي؟ ما هذا؟ كاميرا أقول لك تجي عليها. لا ما عليك. في هنا حاجة. أقول لك وش دي اللوحة الغبية؟ أوكي. وين؟ أوكي شمعدان. غلط غلط. لا أرجع تاني. أوكي لا بس كنت بتأكد بس من شغلة. تمام الظاهر أول شيء تأخذ الشمعدان هذا تحطها أتوقع مكان الصورة اللي خذيت مكان الكتاب. اللي أخذت مكان الكتاب وين؟ وش ده؟ نقطة الكتب. والله ما أدري يمكن. وين يا أخوي كيف أعدي أنا؟ ويمكن يمكن يا عماليق ويمكن. لا يا عمي أنا ما طحت كيف طيحته يا أخي؟ الطاولة دي مصيبة. يمكن بس أخذ الشمعدان. لحظة يمكن بس الشمعدان. ما يدفع ما يدفع الطاولة. طيب أنا يمكن بس تأخذ الشمعدان حاليا يعني. إيش دي؟ أي شو دي؟ وين ما يمدي؟ أجل غلط. يا اخي في هنا الحاجة اللي ما دخلت دماغي. الطاولة دي وين؟ يقول لك ايش؟ ما ادري هي كأنها كانت طاولتين ولا طاولة الله اعلم. طيب انا اشوف انه نرجع نطلع احسن. ولا لحظة قبل ما اطلع ابغى اتفحص الباب اللي في الاخير. لا اوكي ما يتفتح. اجل ما في غير التور الثاني. او يمكن هنا نستعمل حاجة. اوكي ما في شيء. نشوف. يا اخي والله العظيم في حاجة هنا.
يعني ليش الباب انه ما يديك تفتحه او شيء؟ ايوه والله بالصعوبة تلقاه. ليه يا ابني؟ خش 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 يلا. والله يا اخي حوسه. قسم بالله كده حوسه. ولا نرجعها دقيقة، يمكن نرجع، يمكن ما في فايدة. اوكي ايوه هنا الظاهر نحط بس المشكلة ما يمديك. اوه صح، الشمعدان هنا استخدمه. الشموع اتوقع تروح بها الغرفة المظلمة. ايوه هي هذه الغرفة المظلمة الظاهر. مو اكزام، فين الشمعدان؟ لا يا شيخ ما ابغى. ايوه وين؟ يقول لك الولاعة ما اشتغلت معك على طول. انا اخذت يوز بس يمكن اذا استخدمت الولاعة. ايوه شوفها اشتغلت. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هلا والله اختي لينا منورة، يا مرحبا بك. عمت صباحا. لازم اقولها كذا، عمت صباحا وعمت مساء. عمت ولا سبحت. اوكي هذا الكتاب الثالث. مدرسة يا ابو حميد، شفت كيف؟ تعلموا بس. اوكي لا وين؟ ايش ده؟ يقول لك ها اوكي هذا قزاز. يقول لك اي نيد ايش؟ شيء يكسره، يمكن بالعتة الحديدية يكسرها. العتة الحديدية وينها؟ لا وين؟ شاتجن؟ لا وش شاتجن؟ هذا لا وين بالكتاب؟ تخيل بس شمعدان كيف؟ يقول لك لازم نكسر. والله مو راضي يا عمي. يا عمي امسك السرير كده بكبره واكسره. والله من جد ليه كده؟ طيب يا اخي عندك شاتجن؟ والله من جد عندك شاتجن؟ لازم حاجة تكسر الباب، او يمكن هنا في حاجة في السرير. وين يا اخوي؟ بس اصلا ايش اللي عندي اصلا؟ دقيقه، شمعدان ومفتاح ودقيقه كتاب اول.
او يمكن الميمو. لحظه يا الله، ارجع تاني مره. يو ارجع تاني مره. شغل الشمعدان اوكي، واستخدم الولاعه تاني مره. اوه في ناحية يمين وناحية يسار. دقيقة، في شيء هنا. تذكر اللوح اللي انا كنت بدي اخده؟ طيب، وفجأة انقلب المكان حفر. اللوح هنا تحطه، بس في هنا حاجة تسويها. اول شيء دقيقة، لا 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 لا، الطريق غلط. انا عرفت فين. ما عليكم، ما لا لا مو شاتجن. انا جربت الشاتجن بس ما زبط. وين هذه؟ انا حليتها خلاص. ممكن، انا جالس افكر انه في شيء تحط مكانه. خليني ارجع. دقيقة، فين هي الغرفة اصلا؟ ايوة هذه هي. دقيقة، اول شيء اسيف تمام، وخلينا نشوف ايش يصير. يقول لك طيب، لا ما تزبط، ولا الماب هيزبط معنا، ولا ده. وين يا اخي؟ غبي والله غبي. عليكم السلام ورحمة الله. هلا والله هايزن بارك، منور، يا مرحبا بك هايزن. هلا والله، امتى صباحا يا رجل؟ اوكي ويا اخي. دقيقة دقيقة، يقول لك حط الشاتجن. والله ممكن تحط الشاتجن، نجرب. صادق، يمكن نحط الشاتجن، او ممكن نحط برضو ما راح تنفع. ولا شاتجن ما يقبل، ولا ذا الكتاب ما في يا اخي. اصلا الكتاب، الكتب هذه الظاهر ما منها فايده. صدقوا، اوكي هذه حق التسييف. اوكي نجرب احنا نسيف. سيفت ما ادري كيف سيفت، بس يلا. دايم لا تقول لي اكلتها. بس كيف بدي اعدي انا؟ لا يا ليل، مصيبة دي يا اخي. هذه مصيبة دي، هذه كيف تتعدى؟ lots of those here أخي. أي هذا cooking يا أخي، إيش تكلم؟ يا الله، ما عنده كلام، ما عنده سالفة. يقول لك احمد شوف تركز الطاولة اللي تدخها وتطيح. اي والله صادق، في هناك حاجة ما حليناها، مكان الطاولة. يا اخي ليش الطاولة تطيح من جد؟ انا هنا استغرب، الطاولة ليش تطيح؟ اي هنا
بقول لك حط شيء على الطاولة. لا لا ما تحط شيء على الطاولة، ما اتوقع تحط شيء على الطاولة. لو تحط خلاص كان حطيت من زمان. نشوف. يو لا يا شيخ غلط. ترى على فكرة أسامة مختمة، إذا أحد فيكم يقدر يدخل على قناة أسامة أوكي ويلاقي التختيم، ترى مختمة في نص ساعة. إذا أحد فيكم يقدر يدخل ويشيك يعني، عبالي أنا ما أشوف الحل يعني. هي اللعبة ما هي طويلة على فكرة يعني، بس حبيت كده أقول. أنا بصراحة حايس هنا يا أخي. كيف يقول لك تحصل الطاولة قدها هناك، الحين أرجع على الغرفة تحصلها هناك؟ كيف أحصل طاولة هنا وهناك؟ أنا ما فهمت، ما أدري هو في شيء يتحط على الطاولة ما ظنتي. دقيقة، أنا ما عندي شيء، ما عندي إلا مفتاح أخضر بس وشاتجن وشمعدان وهذه حقت التهوية، ما أدري إيش الحكمة منها. اوكي يا مريقو، هو في حاجة هنا نسويها، ها هنا وهنا عشان نقدر ناخذ اللوح. يقول لك هذه اللعبة من عصر حجر يا عوافي يا رجال. هذا من ال هذا لسه من قبل ما تجي الحجارة حتى، ولا تزعل. هنا في طاولة بس يا اخي، هنا انا اخذت اشياء بس غرفة ما لها داعي. يقول لك او يمكن ان نحط هناك في اقصى اليسار تزبط معانا، انا ما ادري بصراحة. اوكي خلينا نجرب. وين طاحت؟ يا اخي هم حاطين هنا دولاب معيق لكل شيء صراحة. ارجع تاني مرة. نشوف. يقول لك ليش مدوخ نفسك في اللعبة؟ الله يعافيك يا حسين. معلش يا اخي بس اللعبة جوي. الله يسعدك، بختمها انا ما عليك لا تشيل هم. ترى اللعبة ما هي طويلة على فكرة يعني. يقول لك دفع على جنب الدولاب وغير وضعية الكاميرا ودفها. والله ممكن نجرب. دقيقة خلينا نجرب اني ادفها ناحية الدولاب، ممكن تظبط. يقول لك احمد جبت الحل. ها بشر سبعة وترى الشخصية تقفز. وات كيف تقفز؟ لحظة اوه ما ادري ايش صار. كيف تقفز؟ اوه صادق. دقيقة شخصية تقفز صادق والله. توني اكتشفت. وين بالله ايش هذا يا اخي؟ نجرب حظنا.
لا انا لسه حتى ما فكرت. ايام سلسلة في 26 دقيقة. اقول لكم اللعبة ما هي طويلة، انا عشان كده. لا 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 لا. ايوه يا سلام ظبطت، يا سلام. يا يا غلط. واي اوه هناك. لا يا اخي انا ما اطيح. لا يا شيخ دقيقة خلينا نسيف. وين وش دي يا اخوي؟ كيف يقول لك اللعبة نازلة على سوني ون؟ لا هذه على 3DO، على جهاز 3DO، بس انا بلعب محاكي يعني. اوكي حلو. ايوه اخيرا اسم اللعبه تحداك تفوز. الله يسعدك يا اخي، حلوه اسم اللعبه. اوه يلا يلا فوق 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 فوق. اوه يا اخوي الحمد لله. فين دحين الغرفة؟ هي هنا صح؟ دقيقة خلينا نسيف، ما خاب ظني. لا غلط، مو هنا، اجل هنا. ايام ليه كده اتقفلت؟ قولك لا خلاص اخذت اللوح يا، خدت اللوحة ترى يا ويليام، ما عليك. وين اوه صح نرجع ناخذ اللفة هذيك، تخيلوا بس. وين يا عمي استهبلوا، ارجع الف اللفة ذيك، تخيلوا بس. خلاص حليتها حليتها انا، بس عشان الباب ده اكيد فتح، تخيلوا بس. طيب نيجي ندخل من هنا، ما ادري كيف باب في الدولاب اصلا. كيف مسوين باب كده في الدولاب؟ ودي اقابل المهندس المعماري اللي سوى القصر هذا البيت من جد. دقيقة بس دقيقة يا شباب. اوكي الظاهر هنا نحط اوكي اللوحة فينا. وين هنا هنا يا بالله يا اخي، هي محطوطة هنا. او اني ارجع احطها هنا. دقيقة انا ما بدي ادخل ولا تنحط هنا. اوه لا يكون عند القزاز نكسر بيها، يمكن نكسر بيها يا شباب. دقيقة يا الله، حط الشمعة حط الولاعة، وش ذا كاني رايح اطبخ. اوكي اجل من هنا.
لا ما يمديني. طيب يا هو اللوحة دي فين نستعملها؟ أحمد يقول لك شفت الطاولة اللي تطيح، ترى الحل عندها، أرجع وتسلق الطاولة واقفز. أوه وين بالله عليك؟ طيب خلينا نشوف، أجل معناه نرجع. وين؟ أوكي حل هناك. يقول لك النظام على اللعبة على نظام ريزنت ايفل. ايه على نظام ريزنت ايفل طبعا، النظام الكلاسيكي مو النظام الجديد. النظام الجديد ده ابو كلب. اوكي خلينا نسيف. يقول لك بس لازم تلصق الطاولة لاخر شيء جدا، بس انتبه لا تطيح. نجرب. دقيقة، شفت الطاولة تطيح، اللي تطيح ترى الحل عندها، أرجع لها وتسلق. المشكلة كيف تسلق فوق الطاولة؟ دقيقة دايم ما يبي يتسلق، تسلق من اليمين. أول يسار. لحظة خليني أنا بس أبغى أعرف أنا كيف هتسلق. أول مرة بعرف كيف هتسلق، بعدها أشوف كيف طريقة القفزة والأشياء التانية دي. إيه بس أبغى أتأكد. هنا يقول لك hold or look. أوكي والجامب والإكزامن، ما أدري كيف. ما عليك يا ويليام، بس انا دحين بدي اتعلم كيف اتسلق فوقها. هلا 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 شوف شوف شوف. حسنا يا سيدتي، حسنا يا مولاتي. امزح امزح. عجبتني الحركة حقت ايه، صب القهوة وحقت حسنا يا سيدي. عجبتني دي. يا اخي كيف تسلك؟ يا خليني اسيف هنا بس. ايوه خلاص هذا اخر شيء. يس كيف سواها؟ ما هو راضي يتسلق. تكفى تسلق يا اخوي، ما هي بيتسلق. يا عمي انا اتسلق، ايش في ما يبي يتسلق كذا؟ مستحيل. اوه يا ولد انا اكتشفت حاجة. اوه اها كيف كذا؟ ما يبي يطلع.
وين هذا منظور اول؟ بس الكلام يا اخي خلي الكاميرا على دي الوضعية. طيب انا مخلي الكاميرا على دي الوضعية بس يقول لك احمد اطلع وادخل. اوكي خلينا نجرب نطلع. خلينا طيب نجرب نطلع وندخل تاني. يقول لك فن خلي الطاولة. شوف انا دحين هنا هوقف في النص. طيب طاولة ادفها يمين ولا ادفها يسار؟ اوكي احمد سلق من اليسار الطاولة بالقفز. روح يسار الطاولة وقفز وهو يتسلق يسار الطاولة. وهذه قبزة وين ما يبغى ينط. ما يبغى ينط بس ما ادري اي جهة تقصد. انا مني بس انا بدي اعرف كيف يطلع فوق الطاولة. هي دي مشكلتي. شوفوا اعرف انا كيف اوزنها عند الضفة الثانية تمام، لكن المشكلة ايش اللي انا بواجهها؟ انا مني عارف كيف يطلع فوق الطاولة. انا حاولت اني اضغط كل الازارير ما هو راضي يزبط. لا اله الا الله كيف كده يا اخي. دقيقة هو ما في غير اني اشوف الوك ثرو صراحة يعني. انه انا بصراحة ماني عارف انا صراحة. الله من جد ماني عارف كيف يا اخي تسلق الطاولة دي صراحة. انا حاولت اني ايش يقول لك ابغى اساعد بس انا زي الاطرش في الزفة. لا عادي ايش دعوة عادي حتى لو ما تبي تساعد عادي جدا ما عندك اي مشكلة. عوافي بس ما عندكم اي مشكلة. اوكي خلينا نشوف. انا لقيت دحين مكان الطاولة. اوكي هو اداها عند يمين الدولاب يا شباب. طيب وبعدها يدف 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 لين اخر شيء. اها لا ما ينط. وين ينط على الطاولة يا مليق؟ وين دقيقة لازم تتغير الكاميرا. انا عرفت الطريقة. زي كده شفت كيف؟ هي زي كده حلها. انا زي ما شفت الان. اوكي ايوه شوفوها ضبطت. وين ما تنط فوق الطاولة. انا قاعد اقول وش انط فوق الطاولة دي. اوكي ما في شيء برضو هنا ما في شيء. التلاجة وين؟ اوه في فاس. وفي هنا باب. وين؟ طب هذا ايش يفرق ده عنده؟ اوكي 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 ما صار شيء ما صار شيء ما صار شيء ما صار شيء ما صار شيء. حس معي خطرات عادي ايش دعوة. الله مبروك صح مبروك يا اخوي. هذا ايش فيه يبغى يفتح؟ معجب بالباب
اوكي خليني امشي امشي امشي. اوكي خلاص كده تمام، الحمد لله يا ربي الحمد لله. اوكي عدل الكاميرا لاني حسيت نفسي معاق. ايوه كده احسن. احمد الصرخة، وش صرخة؟ ما فهمت ما فهمت كيف يعني صرخة؟ يقول لك خذ الفاس وروح كسر. ايه صح صح يا ويليام، بروح دحين اكسر على القزاز. احمد المعلومية ترى في واحد حد حل اللغز وتسلق الطاولة طلع لها اكثر من حل. وين متأكد انه طلع؟ متأكد والله ما ادري انا ترى. اوكي يا ربي مهم. يعطيكم العافية ويليام وزايد على المساعدة، الله يعافيكم جميعا ومنورين الحاضرين لينا كمان واللي حضر. ايش اسمه ربي هايزن برضو وحسين كمان واللي كمان متابعين بالصمت، الله يسعدكم. اوكي دحين فين؟ دحين تحط الشمعدان وتحط الولاعة، ما ادري ليه هم كده، عاد النظام القديم كده هو هذا الشمعدان. طيب فين الولاعة؟ ايوه كويس انه فيها غاز. اوكي يا ويلو لو ما كسرها بالفاس بقطعه بالفاس على راسه. ايوه لا حول ولا قوة الا بالله يا عمي. عندك فاس، فاس يا مسلم. والله لا هو مو مسلم هو كافر. فاس يا اخي فاس يا عمي، اقطع بيها رقبتك مش اللي ما تكسر بيها. والله ايش اللي ما يبى يكسر بالفاس؟ ما يبى يتكسر الليله ولا ايش؟ لا اله الا الله، شيل الشمعدان شيل الولاعه. ما يبى يصير. ولا يمكن هنا نجي بالفاس نكسر، او نكسر هذه بالفاس برضو ما يبي يكسر. برضو ما يبي يكسر. طيب خلينا نشوف. طيب برضو هنا ما يبي يكسر يا اخوي. لحظة واحدة. انا كنت هناك اسفل، خلينا ننزل اسفل. طيب يقول لك القزاز تكسر بالشوزن، توي شايف الحل. ما انا معايا الشوزن، ليه ما يبي يكسره؟ دقيقة لحظة. هذا الشاتجان. طيب الشمعدان. اوكي يقولك بالشكل الشوزن، لا الشوزن يختلف. اوكي ولا يمكن يغير الشاتجان. لحظة يمكن يغير الشاتجن، بس فين اغيره؟
هذاك فين يتغير اصلا من فين جابه؟ هذا الباب مقفل. اوكي خلينا نسيب هنا يا اخي. طيب الفن يجيب شاتجن يا هو. انا ترى لقيته بالصدفة يعني. يقول لك انا كلت يا احمد يخليك مشرف. لا لا هو ترى اصلا يعني كان مشرف عندي من اول. اوه في سكين. وين بالله كيف طلع السكين ده يا اخي؟ من فين جاب الشوتجن ده يا اخي؟ والله اللعبة فيها أشياء تحوسك صح. نشوف الشاتجن من فين يجيبوه. اوكي هنا ما استفدنا شيء. هنا هنا طب الفاس يا اخي الله من جد. قول اوكي هذه الغرفة حقت المائدة خلاص تخلصنا منها. ما احنا محتاجينها بعد كده اصلا. قول لك شغله الشتغن اللي معك يا احمد زينة زي نظام رزن. ايوه ما انا بدي ادور على الحقيقي من محصله فين من يعرف. ما لا انا جربت لحظة انه هنا في مشكلة. يقول لك اي ميت افك ذكي يا اخي في عندي مفتاح اخضر. اوكي ما تستفيد شيء خلاص خلصت المفاتيح. عميت هافكي اوكي يا اخي الظاهر ولا هنا يمديك تسوي شيء يا اخي. انا ما في شيء هنا كمان. يو انا ماليش دعوة. يقول لك اللعبة ممتعة. اللعبة ممتعة بس المشكلة اني انا العبها اول مرة. الشاتجن نفسه ايه بس خلينا نجرب. اوكي لانه انا ما حصلت شيء نوعا ما يعني. اوكي بس لا تلصق بالقزاز. اوه اوكي يمكن تخلي مسافة بينك وبين ال يمكن انا نشوف. ايوه يعطيك العافية زايد شكرا ما قصرت حبيبي. هذا باب وين يا اخوي؟ ايش ده ايش ده انت؟ هذا وسام ده ايش امزح وين هذا وسام يا اخوي؟
اوكي هنا في شيء لاك، لا يكون هذا المفتاح اللي انا معايا. ايوه طلع المفتاح اللي معايا. اوه دام دقيقه. اوه شيت، اوه ماي جودنس، هذا اللي من جد على قولتك يا زايد، امشي على الجدر اكس. الله والله، اوه ماي جودنس، انا ما بقول لك لو خدت بس لعبتين عوافي. يقول لك شيل راسك، والله من جد هذه تشيل الراس صح. اوكي عدل الكاميرا. او في مفتاح وودن كي. اوكي لا راحت راس، والله من جد راسه راح، انا حاسس باستهبال، من جد راسه راح ترى. والله من جد طلع راسه من جد راح. اوكي خلينا نسيب. اوكي اوكي بشويش بس. يلا الحمد لله. اوه اخيرا. خلينا نسيب هنا. اوكي. يا اخوي هذا ليه كذا مفصخ على الارضيه دي؟ اخذ حمام شمس. اوكي لا الظاهر المفتاح ده اللي معايا. ايوه تفتح ميزانيه علبه بيبسي. والله هو شكله كده بس ترى حلوه. معليش انا عندي اطلق من الثامن. ايش ده؟ وين بغيت اطيع اجيب العيد يا عيال. والله وش ده سلامات. حط الكتاب او لوجهه. اوكي بس دقيقه اول شيء بكتشف المكان. في ساعة هنا. وين؟ هذه الساعة الغدارة دي. هذه صورة. في شيء غريب في دي الصورة، تصدقوا؟ وين؟ ما يمديني اعدي. اقول لك حط لوحة على الفراغ اللي على الجدار. والله ما ادري بس دقيقة اول شيء خليني اكتشف المكان، يمكن في شيء ناخده. انا ما بدي استعجل انا. It's all ايش؟ You cannot enter here room. It's all ايش؟ ما يمدي يدخل اللي انا فهمته. يقول لك حط لوجهها على الفراغات على الجدار. والله ما ادري ايش احط. في عندي فاس ما يصلح. عندي سكينة ما تصلح. وعندي ده ما يصلح. كتاب ما يصلح. حق التهوية ما تصلح. هذا ما عندي الا كتابين اخضر. ليش كذا طيب؟
امشي بس خلك ما لاصق على الجدار. دقيقة بس. وإذا جيت ترجع ألصق بالجدار من الجهة الثانية. ما هي راد تزبط ولا قصدك هناك؟ دقيقة وين أي الجدر ده؟ الحفرة عميقة ديام. دقيقة ايش هذا؟ يقول if I go down there. حل اللغز. لحظة انت ايش تقصد يا زايد؟ تقصد اللغز حق الساعة يعني اروح يمين ولا السيب اللي هنا؟ انا ما عرفت. دقيقة الحفرة. اوكي. طب لحظة وش تمشي فيها يا اخوي؟ خلك على الجدار للاخير اخر شيء. لا غلط. اوكي انا فهمت. دقيقة يا شباب. اوكي لا يا مسلم. قزاز. أرضية قزاز وما ينفع تجري لأنه لو جريت هتكسر القزاز. كيف في ورقة؟ الكتاب الرابع. مفتاح. مفتاح ذهبي. كم باقي على اللعبة؟ والله ما اعرف يا حسين، والله ما اعرف. اوكي اتوقع بس تاخذ المفتاح. طيب ما عندنا مشكلة، انا اخذنا المفتاح. يلا خلينا نسيف. ايه معي المفتاح. هي وي جو. يقولك حق الباب الوسط ارجع الحفرة الكبيرة. ايه خلاص دخلت انا ما عليك. ويش اوكي هنا في دواليب. برضو ايش في سلم؟ مو سلم، احسبت سلم. لا خلاص عرفت انا الحل. خلاص هو ده الحل. بس يلا خلينا نسيف هنا. والليل اصلا حليتها. ما اقدر اخذ السهم. ما يمدينا ناخذ السهم. ايش ده؟
في شيء هنا. يقول لك I could place something here. اوكي نجرب. حطيت الفاس. يقول لك the opening door open. في باب اتفتح. طيب painting. اوكي قصد اللوحة دي. اوه هذه الصالة يا ولد. كيف الهيتر ده دف كده يا اخوي. اوكي خلينا نسيب. اوكي I don't want to. افا ليش ليش يا احمق. وفي شيء هنا نسويه. في ديناميت. في حاجة نسويها. أنا قاعد أقول أوكي هذا الباب شكله ما يبي يتفتح. الظاهر ناخذ الديناميت يا شباب. يمكن I probably should go. What? مو على كيفك. ليش؟ ليه؟ ليه يا أحمق ما تبى تروح؟ دقيقة خلينا نجرب تاني. وش اللي ما يبى يطلع؟ على كيفه هو. والله على كيفه. يا إلهي. انت في الغرفة الثانية صح؟ انا دخلت الباب حق الصورة يا زايد. دخلت الباب حق الصورة. اوكي خلينا نسيف هنا. لا خايف ما يبي يروح. المهم غرفة السماء الأول تركب الفاس عشان ذي لا تتحرك. حطيت الفاس. ركبت الفاس. اوكي وانفتح الباب هذا. اوه ارجع لباب الصورة. يمكن هناك الباب الثاني اتفتح يا عيال. يمكن. لا غلط. يمكن باب الصورة الثاني. الباب الثاني حق الصورة يمكن يتفتح. اوكي خلينا نسيب. يمكن باب الصورة الثاني يتفتح. يا اخي القصر ده عجيب. اوكي خلينا نشوف. ما هو باب. انا احس بباب. وفي شيء هنا كمان. Thank you.
لا يا اخي في عندي هنا قطعه هي هذه القطعه وعندي ديناميت. الظاهر اني اول شيء احط القطعه ربما. لا هذا مقفل ما ينحط ديناميت ولا دي ما تتحط. لحظة انا فتشت هنا. اوه شوف الصورة في صورة. ايه خلاص رحت عند الدولاب انا من اول لقيت فيه صورة. الظاهر الصورة تحطها هنا. ويي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 ي
يا ربي فين نحط هذه؟ وهذا الباب ما يتفتح. ولا يمكن احطها في الناحية الثانية. انه هنا في ناحية ثانية. دام لا او احط الصورة هنا عند الدفاية. لا ما تنحط. وفي هنا هنا اخذت الديناميت. وش ده؟ يا لها من غرفة جميلة. انها غرفة جميلة. يقول لك ايش؟ يب عندي ولاعة. ولا لحظة يمكن اولع الديناميت هنا. دقيقة انا سيف. يمكن اولع الديناميت هنا يا شباب. اضغط يسار المدخنة. يسار المدخنة. ايوه اخيرا دخل. وين يا عمي؟ اخيرا دخل. يمكن كان لازم اخذ معايا الصورة الديناميت والصورة. كان لازم اخذهم معايا. ايوه كويس ما مات. وين اوكي هذا الجدار مقفل وتيفر يعني. وفي باب مزدوج. وين اسامه؟ رجعوا علقوه تاني. اسامه عنده مفتاح. كويس نايس. بس جدر. دام اوه ديناميت صح. ديناميت عشان يفجر الجدر. اوكي خلينا نسيف. انا حاسس اني هجيب العيد. انا مالي دخل.
وين وش ده الانفجار اللي من جولي شيك؟ اوكي هيا واخيرا الله انا وش دخلني يا اخوي انا قاعد اشرد امزح يلا الحمد لله اني انا فقعت اوكي اوكي ايه معي المفتاح فتح وين وش دي يا ابوي غرفة فراعين دي ولا ايش كلها رسومات فرعونية اوه هذا هو الدكتور البروفيسور ايش هذا قاعد يقول كده والله بجد ديم وش هذا اخوي هذا اسامة من العصر الفرعوني ولا ايش ده على تخديم ألف مبروك على تخديم اللعبة إيه خلاص هذا آخر شيء ترى هي اللعبة ما هي طويلة على فكرة يعني بس أنا ما أدري ليش طولت فيها قعدت وما أدري كم قعدت أنا أيوة لحظة لحظة عادي كيفتي عادي كيفتي دام اوكي لحظة كيف ما ادري حسيتها صعبة يا اخوي كيف دقيقة انا ترى انا ما فهمت انطلق هرولة يسار دقيقة انا عشاني ماني فاهم ثواني يو طيب خلينا نشوف كيف هنعدي الشيء هذا اوه معايا الصوره ايوه خد ابلع ام الصوره يا اخوي اوكي خلاص وش ده الانفجار ابو كلب هذا والله كأنه انفجار طماطم يا اخوي ايش ذا
كفوك الطيب يا عماليقو، يعطيك الف عافيه على المساعده، والله ما قصرت، الله يسعدك. يو يا اخوي وش ذا الطريق اللي ما يخلص؟ الله يبارك فيك يا عماليقو حبيبي. عليكم السلام، هلا والله يا زهراني منور، الله يسعدك. يا مرحبا بك، امتى صباحا يا رجل؟ وين دوبنا ختمنا اللعبه خلاص. اوكي يا اخوي، البيت اتبلع اسفل، سلامات. المفروض يتهد مو يتبلع اسفل، ما ادري هم كيف. النور نورك يا زهراني، ربي يسعدك يا رب. سامة في البيت؟ ايه خلاص سامة في البيت ما خرج، قال انا بحبس نفسي في قوقعة لوحدي يا اخوي، خلاص كده انا بعزل نفسي كده. اسامة يقول من جد الله تلقاك كده اسامة، خلاص انا خلاص بعزل نفسي عن الناس يا اخوي. الله اوكي كنت ببلش ذس، ليه ما يقدر، ليه ما نشر هذا؟ مو هو صحفي؟ ما ادري. يلا مو مشكلة عوافي. ايوه اتوقع كده خلاص. ويش هذا طاح وتزحلق؟ ايوه نفس طريقة كلامه. اي أيوة والله هو زي كذا ترى يتكلم اسامة من جد ترى والله. و انا قاعد يرقص ذا بالشوت جن ولا ايش؟ دقيقة دقيقة يا اخوي، التعليقات انطفت لحوس كده، خمس دقايق التعليقات تشتغل. اند وش دي النهاية يا عمي؟ الله نهاية ابو كلبية دي. ايوه يا اخوي مو راضي ينضغط شيء، يكون بس علق والله من جد، لا يكون علق دقيقة. يمكن نهاية اللعبة زي كده خلاص، عند انت خلاص يتوقف ما يشتغل شيء بعد كده. يمكن ترى في ألعاب زي كده نظامها على فكرة. زي كده أنا أذكر إنك لما تختم كابتن ماجد خلاص يوقف عند آخر شيء وما يرجعك للقائمة الرئيسية، ما أدري كيف. المهم أوكي كده خلاص، أتوقع كده خلصنا البث، الله يسعدكم. طيب الله يعطيكم الف عافيه، كده نكون انتهينا من بس اليوم، الله يسعدكم اللي حضروا واللي حضروا وسحبوا واللي متابعين بصمت واللي ما حضر خير وشر، الله يسعدكم جميعا ما قصرتوا. هذه كواليس ما شفتوها وين؟ تخيل عاد احد يقول احمديكا، افا ليش ناندي ناندي، ليش لو حد ما يقول لي احمديكا؟ عادي عادي، احمديك اسمريك كل واحد ترى يعني عادي. الله يعافيك يا عماليق، وما قصرت انت كمان بعد في المساعدة، وحتى وليام كمان ساعدني شوية يعني. الله يعافيك يا زهراني، بس معليش يا اخوي بثينا بدري وانت جيت متأخر، معليش سامحنا اننا بثينا بدري.
ما ادري بس مش حلوه. لا عادي اللي حاب يقول احمديك عادي ترى براحته يعني انا ما عندي مشكله يعني. الله يسعدكم جميعا. طيب يعطيكم الف عافيه وما قصرتوا على الحضور جميعا وان شاء الله يعني نحاول بكره او بعد بكره نسوي بس برضو. الله يسعدكم ونشوفكم على خير يا حلوين. يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.